السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي. فحنا دابا في الجزء الثاني من تيب دو ديال لي فيش كان سيغ اكسل. اليوم اللي غنشوفو هو هاد لابارتي، هي لابارتي اللي كترسم فيها لي بار دو كانت. أول حاجة نقسمو هاد الفيديو دو بارتي في نفس الفيديو. البارتي الأولى تختص بلي فونكسيون، لا بارتي الثانية غتكون فورماطاج كونديسيونيل. ندعو على بركة الله. لا بارتي الاولى نفهموها هي شنو خصني يترسمو ليا لي بار ديال الكانت. مثلا في لاطاش الاولانية لاستراسيون شونشي عندي من لو 2 سبتمبر حتى ل 5 سبتمبر، 2 سبتمبر حتى ل 5 سبتمبر. يعني هاد لا بارتي هادي خاصها تبان ليا، تكون عندي واضحة. عندي فونكسيون، يمكن نخدم فونكسيون وحده ولا نخدم جوج لي فونكسيون. الفونكسيون الاولى الا بغيت نخدم بها هي لا فونكسيون سي اف. الا بغيت نخدم بها انا عندي جوج ديال لي كونديسيون. كونديسيون الاولى هو في هاد لا سيلول هاد لا دات تكون ليا سوبيريور او ايغال او دي بي و انفيريور او ايغال ا لا فان. الا بغيت نخدم سي بوحدها غندير اون امبريكاسيون، امبريكاسيون خان امبريكي اون سي في سي وحده اخرى. ولكن عندي انا حل واحد اخر، هو انني امبريكي سي مع فونكسيون اخرى اللي هي لا فونكسيون اي اند. وهادشي اللي غنشوفوه. نبداو على بركه الله، عندي نبداو بال ايغال ايغال باش غنبدا هاد لا سيلول وغادي نبلوك. نشوف الحاجه اللي كنتحرك فيها هي الطروه، يعني غادي نفيكسي الطروه. كنورك على اف 4 كتبان لكم في الشاشه، ثلاث مرات ولا جوج مرات حتى تنفيكسي هادي. اش غتكون سوبيريور او ايغالا دي بي او لا هاد لا سيلول نفسها. نعاود نفيكسي الطروه غتكون inférieur ou égal la fin. غادي نبدا لي فيكساسيون ديالي. شنو عندي هنا؟ لي بي تيبقاو هما لي سي تيبقاو هما، يعني لي دي بي ولي فان كنهبط بهم لتحت. يعني غنفيكسي هنا بي وهنا غنفيكسي سي. غندخل هادو هما لي جوج كونديسيون لي عندي، غندخلهم اون فونكسيون اند ونحطهم هنا وندخل. وهاد دابا هادو ولاو عندي هما تيست لوجيك ديالي ديال لا فونكسيون اف. ندخل لا فونكسيون اف ونبدا على بركة الله. كتشوفوا ولا عندي التيست لوجيك كامل هو فونكسيون اند. الا كان عندي هادشي كامل صحيح غادي نكتب اي حرف بغيت نكتبو. انا بغيت ندير اكس ان غران اكس. الا كان عندي هادشي غلط ما يكتب لي حتى حاجه. سد لا فونكسيون ديالي ها هو تكتب لي اكس. غادي نشد هكا دي فيلمون نجرو حتى لهنا و نهبط بيه عاوتاني هنا وكنشوف بلا نفيريفي هادشي كامل. عندي من لو دو حتى لو سانك، دو كات تروا كات سانك، سيس حتى لو اونز، ويت نوف تيس اونز. نفيريفي هاد لابارتي هنا عندي من لو 8 حتى لو 13. شوف هنا لو 8 اكتوبر حتى لو 13 اكتوبر، يعني لي دات لي عندي هنا هما لي كتحط. نشوف نبدل لي جور، نشوف واش عندي شي حاجة ديناميك ولا كيبقى هنا ستاتيك خصني نبدل فيه. ندير هنا 5 جور تبدل عندي هادشي كامل. زادت عندي واحد لادات لي تبعو معانا كور من قبل من لافيرس بارتي الاولاني راه غيشوفوه. نجر هكا المشكل اللي كان عندي. اوبس نقادو هنا نقادو هنا. والحاجه ثاني حاجه اللي غنرجعوا ليها هي اللي قلنا فورماطاج كونديسيونيل. فورماطاج كونديسيونيل انا ما بغيتش يبانوا لي دي زيكس، غير يبانوا لي دي بار. غنسيليكسيون هاد لابارتي كامله
اللي عندي فيها جانس، اللي عندي فيها جانس ديالي لي زيكس، وغنمشي فورماج كونديسيونيل نوفيل ريغل، وندير ديتيرميناسيون ماغيون فونكسيون. نو باردون، غنمشي عندي حل اخر هو لوبسيون الثانية، غندير سبيسيفيك تكست كونتين اكس ديالنا، نديرو نمشي للفورماطاج، نمشي نديرو لو فون، غيكون نديرو الفون اللي عزلنا هنا، نرجع لو فون اللي خدمنا به هنا اللون ديالو هو اللي غنرجعو في لوبسيون ديال فيل. اوكي، وانتوما كيما كتشوفو لي بار دو غان ديالي مقادين. لعب شوية هكا في لي دارتس، شوف واش كيتحول شي حاجة. ندير هنايا تخوان جوغ، هانتوما كيما كتشوفو ندير هنا دو جوغ كار جوغ. انتوما مهم فورماطاج كونديسيونيل كيما بغيتو تلعبو بيه، تبدلو الالوان، يمكن لكم حتى لي سيليول تقادوهم لي بوردير ديالهم. الى هنا انتهى الفيديو ديالنا. ان شاء الله الحلقه الجايه غادي نخدمو على الطابلو اللي هو بلوتو افونسي. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.